صار عنده تعب وارهاق كبير وزاد وزنه كثير. حست بوجود شيء غريب مثل كتله وعملت تصوير. كانت عندها أعراض واضحه، حست في شيء ما له طبيعي، قررت تفحص حالها. جاها تليفون كان من الدكتور، خبرها انه التحاليل ما كان من سليم. كانت الصدمة كثير كبيرة بالنسبة لها، خافت كثير. كان في شيء جواها عم يقول لها انه هي قد الامتحان. زعلت كثير، بس هي كانت مآمنة انه فترة وبتمرق. أهلها ورفقاتها كانوا واقفين، ما لقيت حدا جنبها. كانت كلمة سلبية نفس التحليل كافية انه هي تكمل. كانت لحالها. وجود ولادها جنبها كان أهم سبب حتى ما تستسلم للمرض. قصصهم ما كانت متشابهة، بس النتيجة كانت واحدة، كانوا أقوى من المرض وقدروا إنهم يهزموا. نحن اليوم بمشروع سوبر وومن لنأمن لك الدعم النفسي لترجعي تقدمي للمجتمع يلي هو اليوم بحاجتك. كوني معنا.